الموضوع كده انتهى؟ لا، الموضوع فيه تفاصيل، الموضوع فيه تفاصيل. يعني ممكن احنا عندنا انواع اخطاء ممكن تحصل كتير جدا، زي مثلا لو كنت واحد 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 تاني، احنا اصلا قايلين له ان ده يعني ده اصلا مش مسموح، صح ولا ايه؟ يعني ده اصلا احنا مانعين ان ده يحصل، احنا كاتبين يتكرر ما يعني. ينفعش الدبلر، ما ينفعش يتكرر، ده خطأ، ده خطأ في حد ذاته، تمام؟ فاحنا ممكن نكون عايزين نشتغل على الخطأ ده مثلا، واسمه احمد ومش هيخش طبعا، انا عارف، والجوب فاضيه والسالري فاضيه، قال لي كونكشن سكسسفول وسابني في الشارع. يعني هو ضربش، بس ما هندلش الايرور، لان انا ما قلتلوش يعمل اي حاجه. يعني انا في الاكسبشن بتاعي انا ما قلتلوش اعمل لي اي شيء خالص، ولا خد ولا اطبع لي الايرور، ولا اعمل لي مش عارف ايه، ولا اي حاجه خالص. انا بس قلت له لو ما يحصل ايرور عدي عدي الموضوع، صح ولا ايه؟ عدي الموضوع، لكن انا ما دخلتش فيها تفاصيل. ولذلك هو دخل في الاكسبت وعمل رول باك وسكت. يعني لو انت رحت على الداتابيس بتاعتك مش هتلاقي اي تاثير، لانه عمل رول باك. عمل رول باك لانه رفض. لانه رفض الايه الخطا دوت، وبالتالي هو ما اشتغلش عليه ورفض ورجع في كلامه وخلاص. بس مش اكتر من كده. طيب احنا هنا طبعا ممكن نقدر نشتغل على مجموعه كبيره من الايرورز اللي ممكن تجي لي وابدا اشتغل عليها. يعني الايرورز اللي هنا ممكن تحصل لي اكسبشنز، يعني مثلا انا جيت قلت اكسبشن وجاز اي اكس مثلا، انا ممكن اجي كده واقول له برنت اي اكس عشان بس اشوف بس الاكسبشن اللي حصل. طبعا في انواع الاكسبشنز مش قضيتنا دلوقتي، بس انا بس اشوف بس نوع الخطا اللي حصل. لو جيت عملت رن قمت جاي قايل له واحد 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 واحد، وقلت له احمد سبت الجوب وسبت السالري، هلاحظ ان هنا ايه الخطا قال لي كام؟ 1064. ده ترقيم للخطا. الداتابيزز وبالاخص الماي سيكوال بتعمل ترقيم لكل نوع خطا عشان تعرف تشتغل عليه. ف 1024 ده معروف، 1064 اسف، 1064 ده معروف اللي هو البرايمري كي يعني بالدبل. فتيجي تقرا بقى، وقال لي في خطا عندك مش عارف ايه والقوس والبتاع، قلت له ماشي يعني في اللاين بتاع الامر بتاعك ويف. طبعا لو انت مش عارف تقدر تبحث بنفس الاسلوب. انا اقدر اروح وجاي اقول له هي ماي سيكوال ايرور على طول، فتلاقي ان الماي سيكوال ايرور طبعا ممكن في هو ممكن يكون عنده اكتر من حاله، لكن على العموم اقدر اوصل للخطا. السنتكس ايرور ده ممكن يكون بسبب البيانات فاضيه. تقول طب ماشي انا هعمل كده، مثلا هو هنا اهو جاب لي 1062 1062 وقال لي جمله معروفه جدا، جمله واضحه ايه هي؟ قال لي دبليكيت انتري اللي هو اربع وحايد فور كي اللي اسمه برايمري كي، صح ولا ايه؟ قال لي دبليكيت واضح جدا تكرار للانتري اللي هو اربع وحايد للكي، وده برايمري ما ينفعش ان احنا نكرره. فبالنسبه لي كده هو الراجل واضح جدا في الـ في الـ في الـ في الامر بتاعه، تمام؟ وهو رافض باسباب واضحه، رقم الايرور وبالايه؟ وبالدبليكيشن اللي حصل. ده حاجه. طب لو انا جيت عملت كده وقلت له لا يا عم واحد 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 ثلاثة ده مش متدبلر، حد زعلان؟ لا ده مش زعلان، مفيش حد، ده مش متدبلر. النيم النيم ما ينفعش تسيب فاضي، بس انا سبته فاضي. والجوب كتبتها اهو، والسالري كتبتها. قال لي الضاف معقول، معقول الضاف، احنا مش كنا عاملين نيم اجباري ولا انا نسيته؟ هو بعت الاسم فعلا، بعت بس بعت فاضي، هو مش نل، هو مبعوث يعني سبيس يعني فاضي، يعني مبعوث تكست فاضي، والتكست الفاضي غير النل، التكست الفاضي غير النل. النل اللي هي نن عندنا في الـ في البايثون. ولذلك هو اعتبر الاسم موجود،
طبعا الاسم موجود غير دي، غير اما جاء عندنا في الداتابيس حاجه اسمها نال، دي اللي مرفوضه. تمام؟ ليه لان مرفوضه؟ لان دي في حد ذاتها معناها ان البيانات فاضيه مش موجوده، فاهمني؟ ففي فرق ما بين مش موجوده وبين نص فارغ. نص فارغ هو سترنج. يعني نفس الكلام في البايثون على فكره، لو جيت عملت كده فاريبل مثلا، سميت الفاريبل اكس، قلت اكس بتساوي، عملت كده، ده مش لما اجي اقول اكس بتساوي نان، دي غير دي، دي غير دي. هنا الاكس هي نص ونص فاضي، هنا الاكس غير موجوده بالمره، انون. في فرق ما بين الانون وما في فرق ما بين الايه؟ التكست فاضي. ولذلك هو قبل النيم مش قبله، هو تكست فاضي، هو اسم جاي فاضي، بس هو اسم. فاهمين الفكره؟ هو اسم. ولذلك زي الفضاء والفراغ يعني. يعني عايز اقول ان انا لما اجي اقول انا معايا جيبي وجيبي فاضي. تمام؟ جيبي فاضي، ده اسمها اكس بتساوي كده. لان في جيب بس فاضي. تمام؟ لكن لما اجي اقول الواي بتساوي نان، تلاقي شيء هنا، لا هنا مش بتساوي فاضي، هنا الجيب مش موجود اصلا في البنطلون، لما الجيب مش موجود من اصل يعني. فده الفرق الاساسي. انا بقول له نوت نال، نال يعني نال. هنا الواي بتعمل ايه يا دكتور؟ عادي ما تجيبش موجود، مش الجيب ده اللي هو الواي في الحته دي كده، ده الواي غير موجود، ده مش الجيب، لا ده مجرد ان الواي ده مؤشر فاضي لسه، مش فاضي، غير محدد حتى الان، انون. اما الاكس هنا لا، محدده ان هي نص والميموري بتاعتها فاضيه، لكن هي نص وموجود ليها في الذاكره وكل حاجه عادي جدا. مش موجود ولا غير محدد؟ ده غير موجود وغير محدد. نان غير موجود وغير محدد. لكن ده موجود ومحدد. الاكس بتساوي فاضي موجوده ومحدده. تمام؟ المفهوم ده مفهوم موجود في البايثون وموجود كذلك في الداتابيز، نفس الفكر. حاجه بسيطه جدا. ان احنا بما اننا كنا بنتكلم على الاكسبشنز، طبعا اكسبشنز انواع كتير، لكن في اكسبشن خاص بالماي اس كيو ال دي بي، بس طبعا لازم ساعتها نعمل امبورت للماي اس كيو ال دي بي. احنا مش عاملين امبورت، لكن احنا لو جينا قلنا ماي اس كيو ال مش هتلاقيها اصلا، صح؟ فانا عشان كده هعمل لها امبورت الاول، ماي اس كيو ال دي بي هتبقى موجوده، وهنا اقدر اشتغل بقى على الايرورز اللي هي بتوفرها لي الماي اس كيو ال دي بي. تمام؟ دوت هلاقي حاجه عندي اسمها دوت، هتلاقي بقى هنا تفاصيل زي الكيرسرز، خلاص الكونكت احنا شفناها، الريزلت هنشوفها ان شاء الله، في حاجات كتير جدا بتديها لي. تمام؟ لكن في عندي حاجه اسمها داتا ايرور، في عندي حاجه اسمها داتابيز ايرور، في عندي بقى حاجات في ايرور عموما. فانا ممكن اقول له ماشي ماي اس كيو ال دوت ايرور، ده اخطاء الخاصه بالماي اس كيو ال، سميتها اي اكس او سميها اي ار ار زي ما انت عايز. خلاص؟ في الحاله دي انت ممكن تقول اي ار ار، هتلاقي في تفاصيل بقى تطلع لي. تمام؟ في تفاصيل ممكن ان انا اقدر استفاد بيها. تمام؟ والايرورز ممكن تكون مجموعه من الايرورز، يعني مثلا ممكن اقول ايرور اوف زيرو، ده الايرور الاولاني، يعني ممكن يبقى عندي كذا خطا حصل، يعني الجمله اتبعتت فيها عيب كذا وكذا 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 وكذا، ده وارد. تمام؟ برضه ممكن اقدر اجيبه، ممكن اقدر اوصل للايرور ده. فلو انا جيت عملت كده بالشكل ده كده، مثلا قلت له ايرور اوف زيرو، او قلت له ايرور وخلاص، تعال نشوف الشكل هيحصل معانا ايه. وجيت عملت كده وقلت له 1 1 1 4 او خلينا 1 1 1 1 كله اللي هو متقارب يعني. تمام؟ قال لي فين الايرور عندي؟ ايرور انتجريتي ايرور Object is not a subscriptable. اه مش قادر يتعمل. كل ما اقدرش اطبعه يعني، انه ايرور ده ايرور تفصيلي، مش 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 هيتبع بالشكل العادي يعني. انه اوبجكت يعني عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت احنا نقدر نشتغل معاه، لكن هو مش حاجه نصيه ثابته مباشره يعني. وهوريكم انا ان شاء الله يعني، عشان بس فتحنا في الموضوع، لكن هوريكم تفصيل بتاع التعامل مع الاخطاء. الغرض اللي احنا بس بنقول ان الماي اس كيو ال دي بي فيها ايرور، والايرور اللي فيها بنقدر كاكسبشن يعني بنقدر نتعامل معاه، وبيدينا تفاصيل نقدر نوصل بيها للخطا وانواعه وتفصيله، زي ما هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد.
لكن بس مجرد بس ان ماي اس كيو ال دي بي دوت ايرور موجوده وتقدر تخلينا نقدر ايه نتواصل مع البيانات. يعني عايزين نقول ان هي بتوصل لنا ده هي بس مش عايز مش سكريبتبل فهو مش قادر يطبعها بس دلوقت مؤقتا، لكن هي موجوده وانا اقدر اشتغل عليها. يعني اقدر اقول اف ان الايرور اوف زيرو كان كذا، الس اعمل لي كذا. تمام سوري. تمام ااا المفروض اطبع بس الايرور كده مباشره من غير اوف زيرو، احسن ما كان المفروض تحول سترنج واقول له اوف زيرو بعديها، بس مش مشكله. جاب لي رقم ايرور وقال لي دبليكيت انتري وجاب لي نفس الايرور الاصلي اللي كنا طبعناه في الاكسبشن بس من جوه الماي اس كيو ال دي بي ايرور. تمام الماي اس كنت ممكن اقول اكسبشن، الاكسبشن هيشيل نفس اللي احنا قلنا الاكسبشن ده الامبريلا العاليه اللي بتشيل كل اللي تحتيها، لكن انا اقدر اتعامل معاهم. اقدر اقول ماي اس كيو ال دي بي دوت ايرور وابدا اقول له الايرور ده واقول له ايرور بقى وابدا اخد منه تفاصيل. تمام وادي الايرور بالتفصيل بتاعته شايل زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين كده، لكن احنا ممكن نستغله في فيما بعد في ان احنا نقدر نقول والله لو كان الايرور بيساوي رقم كذا ما كانش بيساوي رقم كذا، لو كان الايرور رقمه كذا اعمل لي كذا، لو ما كانش رقمه كذا اعمل لي كذا، وابدا اخش في تفاصيل اخطاء وكلام زي كده وحاجه اسمها الورنينج وي 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 تفاصيل كتير في الحته بتاعه الايرورز. كان في حد كان سالنا عليها مش فاكر هو مين، لكن الحته ايه البدايه الداخله هنا في الاكسبشنز، لكن هنشوف ان شاء الله مع بعض. طبعا لو في اي غلطه في اي حته الدنيا كلها تضرب، يعني لو انت ناسي حرف هنا مثلا من انسيرت انتو وجيت تجرب هياخد منك البيانات، بس لما يروح الداتابيس هتضرب ضربه ثانيه خالص لان الامر ناقص. يعني الامر طبعا ناقص هيطلع لي ايرور ان في سنتكس ايرور، يعني فزي ما شايفين طلع لي ايه 1064 ان في غلطه في شكل الكتابه وقايل لي الغلطه قريبه من employees values كذا 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 كذا، اللي هو عايز يقول لك ان هي انتو يعني الكلمه اللي ما قبل employee. تمام يعني عشان طبعا ساعات ما بيبقاش دقيق قوي، بس هي دي الغلطه اللي عندنا اللي هي حرف الاي الاخيره التيبل مش موجود، الفاليو مكتوبه غلط، الفاليو مش عارف فيها سنجل كود ناقصه مش عارف اي خطا من الاخطاء دي وارد ان يضرب ويطلع لي ايرور، ولازم اتعرف على انواع الايرور واخطائها زي ما هنشوف ان شاء الله فيما بعد. وأسف على الإطالة والسلام عليكم.